النقاش اللي انا تكلمت عنه، قلنا في ناس خلاص هم جيناتهم رموشهم وايد كبار، حلو، هذا الخلاص حاله استثنائيه. في اشخاص عاديين رموشهم عاديه بس يبي يكثفونها، يبي يزيدونها، يبي متنون الشعره. نفس ما ذكرت لكم، قلت لكم الزنك رقم واحد، ورقم اثنين الخروع، لان قلت لكم شنو الماده اللي فيه، سويت حلقه كامله وراح انزلها ان شاء الله بالانستغرام وباليوتيوب، حلقه تفصيليه ايش معنى وليش ومن المسؤول عن اللي طول الرموش، ها كلها سولفت عنه. بس ولكن ضروري جدا لازم يكون الزنك موجود. رقم اثنين لازم يكون زيت الخروع معصور على البارد. والله من امس قاعد ادور بين المنتجات وقاعد اش بوتيك وغير بوتيك، قاعد ادور زيت الخروع انه معصور على البارد. في رموز معينه راح اعرفها وهنا حصل ان شاء الله راح اقول لكم. اما معصور على الحار يعني اكثرهم اغلبهم الموجودين ما منه اي فايده، يعني ما راح تستفيد منه شيء، اساس شيء ما تشوف نتيجه. ان شاء الله حصل. خل اقول لكم سر جدا عظيم. الجسم يتكيف على حسب البيئة اللي هو فيها. مثلا راح تلاحظون الناس اللي ساكنين بالجبال، خصوصا اللي بسوريا بالجبال، راح تشوفون منطقة الصدر وايد كبيرة. يعني انا مرة شفت شخص قلت له انت ساكنين بالجبل صح؟ يقول لي ايش دراك؟ قلت له من صدرك. شلون من صدره؟ راح نشوف الصدر وايد كبير. ليش؟ لانه فوق بالجبال تقل نسبة الاكسجين، فيضطر الشخص ياخذ كميه اكسجين اكثر، فالجسم سبحان الله يتاقلم ويسوي لك بيئه مناسبه عشان قله الاكسجين، فيعطيك هالمساحه. طبعا متى تصير هذه؟ تصير جيل ورا جيل، جيل ورا جيل، حتى تبين التفاصيل هذه، اوكي؟ وعندنا ايضا الناس اللي اكثرهم عايشين بالبر، دائما نحصل رموشهم كبار، دائما دائما. ليش؟ خلاص الموضوع يا جماعه، الجسم يتاقلم على حسب البيئه اللي هو فيها. مثلا الحين الجمل، عمركم شفتوا جمل رموشه صغيره؟ لا. شو معنى رموشه كبار مثلا؟ لانه دائما يتعرض حق غبار وهواء ورياح، فالجسم يتاقلم ويقوم يطول الرموش. زين، خلاصه الكلام شنو؟ ان الجسم يتاقلم على حسب البيئه. وين تقط الجسم؟ الجسم طبعا معجزه يتاقلم، شلون هذول اللي بالهاسكي ماسكينو ما ادري وين اللي كله ثلوج. خلاص متاقلمين، درجه حرارتهم تزيد عشان الجسم يتكيف. نفس ما قلت لكم، خلاص الموضوع ان الجسم يتكيف. لو وين تقطه يتكيف، لو تقطه بحر يعيش، لو تقطه برد يعيش، وين ما تقطه يعيش، عرفنا؟ ان شاء الله بالمستقبل راح اسوي لكم دوره جدا بسيطه عن الفراسه، شلون تشوف الشخص هذا، شنو شلون تعرف انه افضل وظيفه له، شلون تعرف امكانياته، شلون تعرف مصادر القوه اللي فيه، شلون تعرف انه يصلح حق الشيء الفلاني ولا ما يصلح. نقاط بسيطه نركز عليها الجسم، وهني نعرف الشخص شنو يصلح له وشنو ما يصلح له، اوكي؟ وزائد هم اذا في اعراض امراض هم راح نعرفها منه ان شاء الله. السلام عليكم اخواني اخوات.